تفضل تفضل تفضل. بمناسبة زواج كوميديا بتراجيديا المسرحجي قال لنا نقول لكم تصبحوا على خير. بدل ما الخص لك قصه واحده اللي هي قصه ام المصايب اللي عملتها والروح الموجوده بين الناس. نحن حكينا عن روح موجوده بين الناس اللي بتخلي نحن بنشوفها ونقول القلوب المليانه. كنا نحكي عن القلب المليان لانه كل الناس مقنعه وماشيه وكلنا عارفين انه مقنعين وماشيين وما حدا راضي يشيل هالقناع والكل منكذب على بعض ومشي مع بعض. انا بعتني المسرحجي على حفله التكتكي وقال لي انه انا وياكي راح نحب بعض، عشان نحب بعض لازم نرفع الخمائر عن وجوهنا. بق بق بق. نحن عملنا كوميديا وتراجيديا وانا كنت الرومانجيه. انا الرومانجيه اللي وقعت بيناتهم كلياتهم. وايش كمان؟ ما عرفت مين تسال انت الثاني. ارجع اعبر انا عن حياتي. قتلتم بعضكم البعض وانتم عارفين ان الكوميديا تتجدد والمصايب ما بتخلص. فانني احكم عليكما، انت يا خطاب بالنبي من يمين المسرح الى يسارك، وانت يا ابو ريش من يسار المسرح الى يمينك. يلا يا ابو ريش. قصة رمان يمشي قلوب مليانة. هالصراع اللي بصير بين العالم عندنا في الأردن وفي المنطقة وبين المسرحجيين ومسألة هذا الكره المتبادل ومحاولة المنافسات غير العادلة وغير الشريفة بين البشر، والأخ كيف بقتل ممكن يقتل أخوه عشان 2 سنتي أرض وعشان 100 ليرة وعشان 500 ليرة. زمان كان في قرية من القرى في مدينة من المدن كان في عندهم عادة، لما العروس تتجوز كانوا يحطوا تحت رجليها رمانة عشان لما العروس تفوت على بيتها بتدوس على الرمانة كناية عن التكاثر والخصم، التكاثر في المال والبنين. الحماية أم المصايب أم المقالب تقوم تغير الرمان الطازة برمان معفنة، تدعس عليها العروس تطلع روائح كريهة وترجع المشاكل توقع بين العيلتين. زي ما بصير مين بدك، شمال ويمين، شرق وغرب، يسار ويمين، إسلاميين وليبراليين وعلمانيين وماركسيين وسنة وشيعة وما إلى ذلك، غني وفقير وطويل وقصير وأسود وأبيض وأوروبا وشمال وجنوب وفقير وغني. بالضبط هاي القصة ببساطة. قديش صعب العرض، سيب العالم تفكر وتتخيل وتسرح وين ما بدها. بما إنكم بهم فلازم تنقلوا على المكان. طيب هنا أنت، طب وين بدك تروح؟ أنا بدي أروح أولع النار تحتكم. بعد ما تستووا بتصفروا وبتحكوا الحزيرة للمتفرجين. يلا ولعنا نار، ولعنا نار نار نار, نار.